آيتك مع الشيخ إبراهيم أيوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لقاء جديد يتجدد بكم إخواني وأخواتي في برنامج آيتك. آيتك، فكرة البرنامج بكل بساطة لكل واحد منا آية، هذه الآية لها إشراقات في حياته، هذه الآية لها دلالات ومعاني، الآية لها في ذاكرة الإنسان البيولوجية والذاكرة الروحية معاني مرة كثيرة، سواء في الماضي أو في تأمل المستقبل. الآية لها دلالات حتى في اللحظة، يمكن لها معاني خاصة عند الإنسان. نحن نريد أن نخرج الناس من كما يقولون كبت هذه المعاني في دواخلهم، إلى أن تكون هذه المعاني مشاعة وممتدة، ونجعل من الناس من يتأملون ويتفكرون. طبعا بالطبع نحن لا نتكلم في هذا البرنامج في القضايا الفقهية، لأنه هذا مجال تخصص ومجال أحكام، لكن نحن دعوتنا إلى التأمل والتفكر في خواطر بعض الآيات. ومعنا اليوم ضيف كريم، نقول له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا هلا يا أبا خالد، حياكم الله. حياكم وياكم الله. أنا أعلم أنك سبحان الله العظيم يعني من المتأملين المتفكرين وأصحاب كما يقولون اللي يسموهم إيش يعني من منظور آخر. طيب، فيعني أنت تحمل لنا آية، فما هي آيتك بعد أن تعرف بنفسك؟ عرف بنفسك حتى يعرفك الإخوة والأخوات، تفضل. وليد خالد حمديشي، حياكم الله. كنا بابا خالد، يا سلام. الآية أنا أنظم حياتي بشكل شوية مختلف عن آية واحدة، يا سلام. فأنا أعيش في كل حالة من حالاتي اليومية أو على مدار العام بآية، ولا تحسن الظن دي أو السامعين. نعم. لأني إنسان يعني عايش مع القرآن للأسف من المقصرين، الله. ولكن الآيات مرت في حياتي، فأخترت أن تكون لي كمثابة قيم أو نجوم نهتدي بها. يا الله. سورة هي في مجموعة آيات، هي كلها على بعضها آية بالنسبة لي، يا سلام. والطريف في الأمر أنه من لفت انتباهي إلى تلك السورة هو أنتم، جزاكم الله خير شيخنا. الله يكرمك وديك العافية. لا أريد أن أسمي الزمن، وهو زمن بعيد عندما التقينا في لقاء، يا سلام. وذكرت لنا في تفسير سورة الضحى الله، وكيف كانت سبب نزولها، وهي كانت لتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم. لكن اللفت اللي كانت في اللقاء كانت كيف تكون يخاطبك ربنا سبحانه وتعالى بهذه الصورة. الله. فجعلت في مقدمتها ووسطها ونهايتها هو المحطات اللي أعيش فيها. الله. غير الآيات الأخرى اللي في حياتي. يا سلام. لكن الضحى تعيش في أولها مع اسم الله سبحانه وتعالى الودود. الله. ما عدك ربك وما قلى. الله. فإحنا كإنسان عادي، أنا لا أتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف الإنسان تودد إلينا سبحانه وتعالى ربنا بأنه أوجدنا. فهذه أول تطيب خاطر، لكن أنت لا تشلها. لا تشلها. يا سلام، حلوة هذه. نعم. أي فيعني في أي محطة كانت الأحيان لما تمر بي كأي إنسان في حياته اليومية أو في شهره أو في زمنه، ضيق أو فرح. الله. فهي فيها التوازن، ترى إذا فرحت في واجبات عليك، أكيد. وإذا حزنت ترى فيها تطيب خاطر لك. الله. وفيها بشارة لك، وفيها الله. صبر لك. الله. تصبير لك، يسلم لك. الله. ولا سوف يعطيك ربك وترضى. يا إلهي. وبعدين تجيك الواجبات ترى عشان تستمر هذه الأمور، فهي لن تهدأ، لأنه هناك ما هو أقيم، يعني أنك وللآخرة خير لكم من الأولى. يا سلام. يعني ترى هي دائما النتائج هي الأهم، في تعب اليوم في بعد نتيجة، يا سلام. دائما نتيجة أكبر إذا كانت من الله سبحانه وتعالى، فأعلم أنه الجزاء ليس من جنس العمل، خير من ذلك العمل. يا سلام يا سلام يا سلام، الجزاء الإحسان إلى الإحسان. نعم، أحسنت. نعم. تفضل. أنا حقيقة أشوف السورة هذه، أنت الحين نقلتني لذلك الزمن وأعطيتني عبق المكان والزمان، وفي نفس الوقت حقيقة هذه السورة فيها لمسة، إذا صحت العبارة، إلهية ربانية،
إلى كل صاحب هم وصاحب حزن وصاحب يتأوه، عليه أن يقرأ هذه السورة بالتسلسل الذي يمكن أبو خالد الآن يعطيكم التسلسل الممكن لقراءة هذه السورة. اتفضل. أنا التسلسل ببساطة أخذ الأمور يعني بشكل أبسط بكثير من أتعمق في التسلسل، وإنما الطوالي هي لما تقرأها يعني أوقات كثيرة قرأها شكرا. الله أكبر، ما أتخيل كيف، لأني أعرف أنه سبحانه وتعالى يعني مكرمك قبل أن يحرمك. الله وهو يعني ليس يعني بالحرمان حقيقي، وإنما هي محطة. لا تنظر إلى الحالة اليومية، انظر إلى الوعد ما يأتي بعد. فإذا أنت قرأتها فيها وعود كثيرة، أنه بس اصبر، يا سلام يا سلام يا سلام. فهذه المرحلة الأولى، أنك أنت تعرف النهاية. يا سلام يا سلام. ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعني فتح كده للمستقبل البعيد بآفاقه الشاسعة والواسعة. وليس الرضا هنا ما ترضى به من أمنيات أو من ما يعني ترغب فيه، وإنما الرضا الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى. عجيب عجيب. إذن هو الرضا الإلهي، وليس الرضا اللي أنت حاط له مقاييس كده عادية. نعم، يعني إذا ربنا سبحانه وتعالى يقول هو من سوف يرضى، يا إلهي الرضا. الله الله الله. إذن الرضا على قدر من يرضى عليك، وسبحان الله، هذا شيء عجيب، بعد كبير وحقيقة من الكلمات الجميلة اللي أثرت علي في كلامك الآن، أنك أحيانا تقرأ سورة الضحى شكرا. فأشكرك حقيقة على هذا المعنى وهذه الإضافة وهذه الإفاضة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.